بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا ناخد مثال على ان انا هعمل برنامج بسيط جدا بيرسم ريكتانجل. فاجي هنا في اي مكان فاضي عندي على الجهاز واقول له اعمل لي نيو تكست دوكمنت، هسميه مثلا ار ار ار. يعني لما اكتب ار 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 ده الليست بتاعي، تمام. هقول له ده خلي امتدو ال اس بي، تمام اهو. طيب خلينا ندخل هنا وهقول له بين قوسين كده ديفاين. ديفاين يعني ايه؟ يعني عرف لي داله سي نقطتين، بعد كده بكتب اسم الداله على طول ار 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 وبفتح قوسين، تمام. يبقى كده اول ما المستخدم هيكتب ار 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 هينفذ كل الاوامر اللي اكتبها له هنا لحد ما يوصل للقوس الاخير اللي بيقفل. لازم القوس اليمين تبقى قد القوس الشمال. اقول له بعد كده بين قوسين سيت كيو، يعني في رقم معين هقول له ايه، خلي فيه عندي حاجه اسمها ايه، في متغير احجز له الايه. طب هتكتب فيه ايه؟ هقول له اكتب فيه احداثيات نقطه. طب ازاي اكتب احداثيات نقطه؟ هقول له جيت بوينت، يعني خد النقطه دي من المستخدم ما تسألنيش عليها، تمام. طيب السطر ده انا عايزه تاني بس هخليه بي، تمام، لان احنا الريكتانجل اقل حاجه محتاجها ان احنا نديله النقطتين، نقطه هنا ونقطه هنا، وهو يبدأ يوصل بينهم الدروع بتاعت المستطيل دوت. بعد كده اقول له كوماند. يعني ايه كوماند؟ يعني في امر من اول قلت كده انا عايزه، فبيقول لي امر، فبقول له انا عايز امر ريكتانجل، تمام. طيب هقول له امر ريكتانجل ده هياخد الايه وياخد البي، هيبدأ يعمل ايه؟ انت محتاج مني نقطتين، خلاص خد الايه وخد البي. طيب طب سيف وخد الامر دوت حطه في الاوتوكاد، تمام. هقول له ار 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 وادوس انتر، قال لي حدد لي اول نقطه، حدد لي تاني نقطه، تمام. بيقول لي كوماند مكتوبه غلط، مكتوبه غلط، اعمل ايه؟ ادخل هنا في او زياده، امسح الاو زياده ديت، تمام. اسحب الليسب تاني وقول ار ار ار، بيقول لي حدد اول نقطه، حدد تاني نقطه، رسم لي الريكتانجل. طيب خلينا نغير فيها شويه، هقول له بدل ريكتانجل دي خليها لاين، تمام، واسحب واحط واقول له لاين، اقول له ار ار ار، هيقول لي ايه؟ حدد لي اول نقطه وحددت النقطه ويرسم لاين بينهم، تمام. طبعا كتبنا كذا سطر عشان نعمل امر ريكتانجل، بس ده مجرد مثال. انت ممكن تبتكر حاجات كتير جدا توفر لك وقت كتير وتوفر لك شغل كتير جدا. خلينا مثلا نقول له احنا عايزين ريكتانجل، عايزين سيركل، تمام. طيب لما اقول له سيركل، السيركل بيحتاج مني ايه؟ تمام، خلينا نقول له في الاوتوكاد سيركل ونشوف هو بيحتاج مني ايه. بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج مني نقطة، وبعد كده بيحتاج مني ايه؟ بيحتاج مني نص القطر، تمام. طيب بسيطة جدا كده، احنا عرفنا احنا محتاجين ايه. هاجي هنا هقول له انا عايز ثانية واحدة، خلينا نقفل كل دول. طيب هقول له انا عايز بدل البي دي، انا مش عايز البي، انا عايز اقول له ان ده 500. يعني هو هيعمل ايه؟ هيعمل ان اول حاجه هديله نقطه، وبعد كده هيقول له خد امر سيركل، وبعد كده هيقول لي حدد لي النقطه اللي هرسم في مركز الدايره، وبعد كده هياخد مني نص القطر الراديوس، تمام. طيب هسحب ده كده واحطه في الاوتوكيت اهو، اقول له ار ار ار، تمام. قال لي اديني تمام. ممكن بقى ال 500 دي اديها له على هيئه عمليات حسابيه، اديها له على هيئه عمليات حسابيه ازاي؟ تعال نشوف، تمام. انا مش عايزك تحفظ الاوامر، عايزك يعني تستوعبها وبعد كده تبتكر حاجات انا نفسي ما اعرفهاش، يعني ابتكر مع نفسك، تمام. طيب هقول له سي كيو بي، وبدل 500 دي هخليها بي، تمام، بتساوي نعمل بقى عملية حسابية مثلا، وليكن مثلا زائد
ميتين وخمسمية، تمام. اخد ده كده احطه فيه هنا واقول له ايه ار ار ار، قال لي حدد نص القطر، نص القطر اهو، راح ارسم لي الدايره. طيب بيحصل ايه لو انا قلت له اضرب لي، اضرب مثلا 10 في 20 في 30؟ ولا حاجة، هيضرب ال10 في ال20 في ال30، تمام. مش هيعجز يعني، تمام. ار 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 بيقول لي ما بيبالش عربي، لازم اقول له ده المركز بتاعك، فهو رسم 10 في 20 في 30، تمام. طيب خلينا نعمل حاجة غريبة شوية، المهم ما يزعلش مننا. هقول له اضرب لي 10 في سالب 20، تمام. اكيد انتوا فاهمين انا عايز اعمل ايه. اقول له ار ار ار، ده نص الدايرة، تمام. قال لي الرقم اللي انت اديته غلط، ايرور فاكشن كانسل، الرقم اللي انت ما قبلش ان هو الرقم يبقى بالسالب. طيب انا عايز احل المشكلة دي، تمام. هعمل ايه، هفتح هنا واقول له اي بي اس، وحط برضو اقفل القوس، لازم عدد الاقواس اليمين تبقى قد عدد الشمال. اي بي اس ده بيعمل ايه، بيتاكد لي ان الرقم اللي هيخرج هيكون رقم بالموجب مش بالسالب. بيقفل، اسحب على الاوتوكاد وقول ار ار ار، تمام. اهو رسم لي حاجه نص القطر بتاعها 200، يعني حول لي سالب 200 ل 200. دي بعض الأمثلة على الإثبات.